كان اليوم الأول من إدلاء المصريين في الكويت بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غير عادي بمقاييس عديدة، فقد فاق الإقبال توقعات حتى العاملين بالسفارة. ورغم أن اليوم يوم عمل في الكويت ورغم الحر وطول الانتظار، اصطف المئات في طوابير طويلة أحاطت بمبنى السفارة في أجواء حولت اليوم إلى تظاهرة وطنية. كلنا معاه وكلنا إيدنا بإيده، وإن شاء الله نخلي بلدنا أحلى بلد. لما الإرهاب يختفي كل شيء هيبقى كويس بإذن الله. طالب مصر بس، مصر مش عايز غير مصر بس. كلنا بنحب مصر، كلنا بنحب مصر، وهو الراجل إن شاء الله اللي هيفيد مصر بإذن الله. مصر هتبقى أحلى بلد في العالم وأحسن بلد في العالم. وقد أتاحت تسهيلات جديدة في إجراءات الاقتراع والسماح لمن يحمل جواز سفر مميكن أو بطاقة رقم قومي، أتاحت مضاعفة عدد الناخبين. وفي الكويت المسجل فيها 130 ألف ناخب، ومع حجم الإقبال في اليوم الأول بات متوقعا ألا يقل عدد المقترعين عن 300 ألف مصري. عدد المصريين في الكويت حوالي 650 ألف مصري. كان سابقا بنعتمد على التسجيل، المسجلين حتى الاستفتاء الاخير كانوا 132 الف. هذه المره تم الغاء التسجيل، فبالتالي طالما تحمل بطاقه الرقم القومي او الجواز السفر المميكن لك حق الانتخاب طالما بلغت 18 سنه. لو عملنا هذا على 600 الف حتى، فبالتالي تقديريا على الاقل اكثر من 300 الف لديهم هذا الشرط متوفر. وفي الاستطلاعات التي أجريناها مع المقترعين الذين عليهم أن يختاروا بين مرشحي الرئاسة عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، رصدنا كثافة واضحة في التصويت للسيسي، كونه كما جاء في تعبيراتهم الأجدر بتولي مهمة تعزيز الأمن وتحسين الاقتصاد. إن شاء الله هننتخب السيسي عشان هو أكيد مستقبل مصر في المرحلة القادمة، وإحنا قاعدين جربنا يعني اللي قبليه عمل إيه، بصراحة ما شفناش أي تغيير، بس إن شاء الله يعني أملنا فيه كبير، وإن شاء الله يعني ينهض بالبلد وكلنا نساعده إن شاء الله. إحنا عايزين واحد يدير الدولة، عايزين واحد يوقفنا على رجلنا، كفاية اللي فات. مش عايزين سياسة كلام، مش سياسة، مش عايزين بس كلام، عايزين فعل، عايزين واقع. الأمن والأمان لمصر، والتعليم، خلصنا أهم حاجة التعليم، وخلصنا من الجهل والفقر والقرف. أنا جاية النهاردة رايحة العمرة بإذن الله الساعة 12 والله، بس بدل السيسي اللي هو يكون رئيسي. بمشاركة غير مسبوقة وإقبال منقطع النظير، تتطلع هذه الجموع إلى غد أفضل ينهي مخاضا عسيرا مستمرا منذ سنوات. أسامة رشيد، سي إم سي عربية، الكويت.